أعلنت وزارة الدفاع اليوم عن مغادرة 107 مواطنين المحجر الصحي المؤسسي الخاضع لرقابة وإشراف هيئة الخدمات الطبية بالوزارة، وذلك بعد استكمالهم لفترة الحجر المقررة وإتمامهم جميع إجراءات الوقاية والتأكد من سلامتهم وخلو جميع العينات من فيروس كوفيد-19. وذكرت وزارة الدفاع أن المواطنين المغادرين للمحجر الصحي المؤسسي الذي تشرف عليه هيئة الخدمات الطبية هم ممن تم إجلاؤهم من العاصمة الإيطالية روما عبر رحلة الإجلاء التي نفذتها القوة الجوية الكويتية. هنا في هذا المحجر الصحي كل خطوة محسوبة، وكل شخص له مكانه الخاص، مساره سلس ومعروف، وإجراءات مغادرته منظمة ومحددة. يمرون الواحدة تلو الآخر، وكل عائلة تتبعها عائلة أخرى مع التزام الاحتياطات الوقائية من كوفيد-19، تمهيدا لمغادرة أول دفعة من القادمين من روما الحجر المؤسسي وتوقيعهم تعهدا بالتزام حجر منزلي. قاعدين نقوم بالإجراءات النهائية للمواطنين القادمين من روما قبل 14 يوم بعد ما أتموا فترة الحجر. الآن قاعدين نعمل لهم الفحوصات الطبية لمغادرتهم للمحجر. طبعا في هذا اليوم أحب بالنيابة عن زملائي أعتذر للأخوة المواطنين اللي راح يغادرون اليوم عن أي تقصير بدر منا، وأحب أشكر أيضا زملائي الفريق اللي كان قاعد يدير المحجر على مدى 14 يوم، أقول لهم يعطيكم العافية. في عندنا 5 محطات 5 ستيشنز، كل محطة عليها طبيب وممرض، يتم استقبال المغادرين بمجموعات، سواء إذا كانت عائلة ممكن العائلة ككل، أو نقسمهم مثلا 2 أو 3 بحد أقصى. يتم فحص أخذ كل البيانات، أو بداية الحرارة والتاريخ المرضي، نسأل عن الأعراض، هل هناك أعراض عندهم، وبعد التأكد من خلوهم من الإصابة وإكمال كل الإجراءات نبتدي إن شاء الله في خروجهم تباعا. الجهود الجبارة التي تبذلها وزارتي الدفاع والصحة على مدار الساعة لضمان فترة حجر آمنة كانت محل إشادة من قبل مغادري المحجر. نفسية نحن مرتاحين، هذا نتيجة الضيافة اللي قاموا فيها جماعة من وزارة الدفاع، وما حسينا في أي ضغوط، بالعكس كانت الخدمة ممتازة وتجاوبون ويانا أول بأول. رحلة الحفاظ على الصحة العامة ما زالت متواصلة، والتمسك بالإجراءات الصحية المتعارف عليها محليا ودوليا هو طوق النجاة الجماعي سواء في المحجر أو المنزل. الفحص الطبي أثبت خلو هؤلاء العائدين إلى أرض الكويت من أي أعراض لكوفيد-19، ما يسمح بانتقالهم من الحجر المؤسسي إلى الحجر المنزلي الذي يستمر 14 يوما، وذلك استكمالا لإجراءات الوقاية والحماية التي فرضها هذا الفيروس على العالم، عملا بمقولة الوقاية خير من العلاج. سناء الأستاذي، تلفزيون دولة الكويت.